الدواء ان شاء الله يا ربي. شحال هادي ما شفنا كبه يا ولا ايام الدعسيله، الحق لله واد يا ربي فرحونا هاد العماد ما كرهناش يا اخي. المنتخب الله يعاونهم والله يجيبهم التيسير والله يجعلهم يجيبوا لنا ديك الكوبا يفرحونا جميعا ان شاء الله يا ربي. اي والله هذا اللي كنتمنى. المغرب ومصر ما جوج بهم عرب، يعني ان شاء الله نتمنوا منتخبي يغلب ان شاء الله في 2-0 ان شاء الله. يماركي حكيمي ديك فالطه ديالو، هي لاعب ماركي هذه معروفه عاد تسمى يماركيها، وبوفال هادو هما اللي عندنا صح. اما نصيري باقي تحياتي لي لك تنصيري عاو ما بيش يبراوي تا هو ماشي، ورا اللعابه كنقولهم يزيروا راسهم ان شاء الله ما يكون غير الخير. المهم انا اللي غنقول لهم اذا ديتو كاس افريقيا راهم البريما ديالنا اخوتي، وتهلاو فتح حنايا مسا ندير قهوه كندخلوا 10 دراهم كنخلصوا خصنا حنايا تخرجوا لنا البريما ديالنا، انا كنشجعوكم. سنقول لك ما صار الجيران ديالنا وان شاء الله راه غنعملوا شي حاجه. مستحيل يعني هاد العماده ما تكون والو، يعني الملاعبيه راه تينا كتشوف الدراري في مستوى هاد العماده ما عنده ما قلنا، ومنتخب في الدم وجايبينها ان شاء الله. ان شاء الله ما يكون شي نتيجه مزونه، وهي حنا خوت كاملين بحال بعضيتنا، كنتمنى ان شاء الله تاهلوا صافي جوج واحد ان شاء الله. المنتخب تينا كتعرف حكيمي تبارك الله عليه تا هو تما بلا ما نهضروا عليه. السيد زعما اللهم بارك، راه العرب مباين في بارديزو مع الملاوي تينا كتشوشني، وان شاء الله يكون خير. ملاعبي المنتخب تحياتي ليهم، وراهم ما محشميناش وان شاء الله دائما الفوق الفوق، الله يغلبهم الله يغلبهم عليهم كامل ان شاء الله ديالنا هذا العام. واش نقول لك بارديزو مصر والمغرب بارديزو صعيب شويش، ومن ناحية تقدر تغلب منتخب 2-1 توقع ديالي اللي خشى المهم يغلبوا السهل، المهم هي النتيجة شكون اللي ماركا ما كيهمش. واش نقول لك نتمناو يلعبوا نفس اللعب اللي لعبوا هذيك بارديزو اللي فات ويكون النتيجة مزيانة إن شاء الله. منتخبية المهم 3-1 3-0 المهم لا حاسب نفس اللعب ديك اللي لعبوا ديك النهار ويجيدوا أحسن. والتوقع ديالي إن شاء الله يكونوا رابحين إن شاء الله. إذا ربحنا 1-0 تبارك الله، هو المهم هي 3 نقيطات ماشي شي حاجة ديال، وكنتمناوهم يشرفونا ويهزوا هاد الرايد هاد البلاد هاد الوليدات هادوك، كنتمناوهم زعما يهزوا زعما يفرحوا هاد الشعب المغربي زعما الصراحة الله تقل. إي والله ونطلبوا الله عاود حكيم يسجل عاود شي كرة بحال اللي سجلها في هاد بارديزوس هادو. شكرا. المباراة إن شاء الله نيمجة غتكون إن شاء الله مع مسار كيبو تا هو قوي. ان شاء الله تكون الامور مزيانه المنتخب، لان عندك كيبو العام ان شاء الله وغنوصلوا ان شاء الله مع اللعبه روح رياضيه بالدم وبالوطن، والشعب هو مع المنتخب ان شاء الله 3-1. دابا حاليا الامور مزيانه، الملاعبين مساجمين مع بعضيتهم، عندنا الحكيمي تبارك الله عليه، عندنا ملاعبين مزيونين حتى هما كاملين تبارك الله كاملين الجهد ديالهم. كوبا ان شاء الله تكون ديالنا، وكنبغيو المغاربه وكنبغيو جميع امهات المسلمين إن شاء الله العام يكون قوي منتخب. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.